تمام. هنرجع لرقرقة العين، بنقول امتى يبقى العلاج تحفظي او مجرد فقط بلبسه نظارة، وامتى لازم اتدخل، هل اتدخل جراحيا، ده موجود ولا لا؟ ممكن طبعا، يعني في حالات كتيرة جدا هكشف عليه من أول مرة، أو أي دكتور العيون والحول يعني هيكشف عليه من أول مرة وهيقول لا ده مش نظارة، ده علاج وحول. يعني ممكن ناخد الديسيجن من أول فيما يخص زيارة. رقرقة العين، أنا لسه لا مكلمش عن الحول. رقرقة العين، لا يعني رقرقة العين التدخل الجراحي الوحيد اللي احنا بنعمله لها ان هو يكون الطفل نفسه عنده حول زائد رقرقة العين، يعني حول فأصلح الحول بس، الحول بس لكن رقرقة، مش الرقرقة لسه. لا مش اه بالظبط، او بسبب الرقرقه ان هو عنده ساعات اطفال كتيره بيعوج دماغه عشان جامد يبص. علشان يجيب يبص في الحته هي اللي فيها اقل دي نسبه رقرقه، هي دي يعني معناها ايه يا دكتور؟ يعني هو ليه بيعمل رقبته كده؟ علشان علشان هو يعني مثلا سين لو عمل يثبت كرقه العين على ايه؟ يعني هو عايز يبص في دايركشن اللي عينيه بتتهز الاتجاه اقل حاجه فيها، اللي يعني بتحاول تثبت عشان تاخد الصورة. بالظبط عشان يشوف اوكي. اوضح، فبيبص في الحته اللي ما هنا فيهاش عرق. ما عنديش جراحة تتعالج ده، ولا في جراحة؟ لا انا ممكن اعمل له نعمل حاجات يعني في عضلات العين ان هو يرجع يبص قدامه تاني، تمام. لكن رقرقه العين هتفضل موجوده، ايوه يعني احنا بس بنغير بس وضع. بالظبط. وانا عايزه اقول برضو اي طفل عنده اي عوجه في دماغه او بيحب يبص كده او يعني عنده لازم توتش تؤخذ غريب، بمأخذ الجد. بالظبط تمام. لازم ما احنا قلنا تسأل. اي عرض خاص بالعين ابتداء من افرازات يعني لا انا بسيطة قصدي اقول ان للون ممكن لاي حاجة لازم يتفك. بالظبط، يعني قصدي اقول ان سريعا ممكن يا دكتور عشان معانا تليفون، اوكي اتفضل. يعني مش لازم يكون سبب في رقبته، ممكن يكون سبب نفسه في عينيه، بالظبط. عوجة الدماغ زي ما حقيقي قلت. حقيقي. وده الاهم، يعني العين بما انها زي ما بنقول هي الاهم في ان هو اللي بتعتمد على حياته فيما بعد، فده بالظبط الاهم، يعني بالظبط. يؤخذ بمنتهى